الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس فقه الزكاة. في هذا الدرس سنواصل كلامنا عن زكاة عروض التجارة، وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الأحكام المتعلقة بزكاة عروض التجارة، وتكلمنا عن شروط وجوب زكاة عروض التجارة، وفصلنا في مسألة النية في زكاة عروض التجارة. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ بعض الأمثلة التطبيقية، فسنتعلم كيفية حساب زكاة المحلات التجارية وزكاة العقارات وأخيرا زكاة المصانع. نبدأ بأول لوحة لنتكلم عن زكاة المحلات التجارية، يعني هي ما يعرف بالسوبر ماركت. فزكاة المحلات التجارية تكون كالآتي: التاجر يقوم البضاعة الموجودة في متجره بالسعر الذي تساويه وقت وجوب الزكاة. يعني عندما يريد التاجر إخراج زكاة ماله، فإنه يقوم البضاعة الموجودة عنده في المتجر بالسعر الذي تساويه في وقت وجوب الزكاة. والتجار نوعان: عندنا تاجر يبيع بالقطعة، وعندنا تاجر يبيع بالجملة. وفي كل من الحالتين فإنه يقوم السلع التي عنده بالسعر الذي يبيع به، ليس بالسعر الذي اشترى به السلعة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة، وإن كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد. طيب، بعد ما يقوم التاجر السلع الموجودة عنده، يزيد على ذلك الأموال النقدية التي عنده، يعني السيولة المالية التي عنده في حسابه الخاص. يضيف إلى ذلك الديون التي يرجى سدادها، كل الديون التي يرجى سدادها فإنه يضيفها إلى الأموال الزكوية، فيخرج زكاتها مع ماله الذي في يده. والديون التي يرجى سدادها يعني هي الديون التي عند ناس غير مماطلين، وعند ناس عندهم سيولة مالية، وسيدفعون هذه الأموال لهذا التاجر عاجلا أو آجلا، فإنهم سيدفعون هذه الأموال. أما الديون التي لا يرجى سدادها، إما عند ناس فقراء وإما عند ناس مماطلين ينكرون الدين، فهذه الأموال لا يخرج التاجر زكاتها. كل هذا يجمعه ويضربه في 2.5% في ربع العشر لتعطيه النتيجة، وهي الأموال التي يخرجها للزكاة. مثال تطبيقي: عندنا زيد يملك محلا تجاريا، وبعد حولان الحول أراد زيد أن يخرج زكاة ماله، كيف يحسب زكاة ماله؟ طيب، زيد قوم البضاعة التي عنده في المتجر فوجدها تساوي 39,000 دولار. زيد عنده أموال خاصة، عنده سيولة مالية في حسابه الخاص تساوي 5,000 دولار، أضافها إلى العروض التجارية. زيد عنده أموال عند ناس يرجى سدادها قيمتها 2,300 دولار، هذا كله يساوي 46,300 دولار. يأخذ زيد هذه 46,300 دولار، يضربها في 2.5% لتعطيه 1,157 دولار. هذا هو المبلغ الذي يجب أن يخرجه للزكاة. طيب، الآن ننتقل إلى اللوحة التالية لنتعلم كيف نحسب زكاة العقارات. كيف يخرج مالك العقار زكاة ماله؟ يقوم مالك العقار ما عنده من العقارات بسعر السوق وقت وجوب الزكاة، يضيف إلى ذلك الأموال النقدية أو عروض التجارة التي بلغت نصابا وحال عليها الحول، ثم يضيف إلى ذلك الديون التي يرجى سدادها، يضرب كل ذلك في 2.5%، يعني في ربع العشر. مثال تطبيقي:
عمرو يملك عمارتين، يؤجر إحداهما ويعرض الأخرى للبيع. العمارة الأولى يؤجرها $70,000 للسنة، أنفق منها على نفسه وأهله من هذا $70,000، وبقي له منها $20,000. العمارة الثانية التي يبيعها قيمتها في السوق عند حوالين الحول $120,000، وكان قد اشتراها $90,000، وله $10,000 في حسابه الخاص. كيف يحسب عمرو زكاة ماله؟ الحساب يكون كالآتي: نأخذ $20,000 وليس $70,000، نأخذ ما بقي له من هذه الأموال التي يأخذها من الناس الذين يؤجر لهم العمارة، فيأخذ $20,000 التي بقيت معه، هذا ما بقي معه من $70,000، لأن الباقي صرفه وأنفقه على نفسه وأهله. طيب، الآن نأتي إلى العمارة التي هي معروضة للبيع. هذه العمارة اشتراها $90,000، ولكن الآن تساوي $120,000. هل يزكي $90,000 أو $120,000؟ الجواب: يزكي $120,000. نزيد: $120,000 وليس $90,000، وهذا هو العدل. فالإسلام لا ينظر إلى الربح والخسارة في التجارة، ولكن ينظر إلى ما عند الإنسان من الأموال، فما عنده من الأموال هذه هي التي يزكيها، وهذا هو العدل. يضيف إلى ذلك السيولة التي عنده في حسابه الخاص $10,000، ليخرج $150,000. الآن عمر يأخذ $150,000، يضربها في 2.5% ربع العشر لتعطيه $3,750، وهذا هو المبلغ الذي يخرجه عمر للزكاة. المثال الثاني: عندنا بكر يملك قطعتين من الأرض، يعرض إحداهما للبيع والأخرى أعدها ليبني عليها بيتا يسكنه. الأرض التي يعرضها للبيع قيمتها في السوق عند حوالين الحول $30,000، وكان قد اشتراها $50,000. بكر عنده $9,000 في حسابه الخاص، وعنده أيضا سلع يتاجر فيها قيمتها $7,000. كيف يحسب بكر زكاة ماله؟ أولا نقول أن الأرض التي أعدها ليبني عليها هذه ليست داخلة في الزكاة، لأنها من أموال القنية. أما الأرض التي يعرضها للبيع فهي التي تجب فيها الزكاة. هنا عمر خسر في هذه الأرض، اشتراها $50,000 وأصبحت قيمتها الآن $30,000. هل يدفع الزكاة على $50,000 أم على $30,000؟ الجواب: يدفع الزكاة على $30,000، لأنه هذا هو المبلغ الذي يملكه الآن. وكما قلنا، الإسلام لا ينظر إلى الربح والخسارة للتاجر، وإنما ينظر إلى ما عند التاجر أو ما عند المسلم من الأموال. طيب، فإذا يخرج زكاة على $30,000، يضيف إليها $9,000 التي في حسابه الخاص، ويضيف إليها السلع الأخرى التي يتاجر بها. مثلا عنده آلة كمبيوتر، وعنده هواتف ذكية، وعنده مثلا أحذية وأشياء أخرى، سلع أخرى يتاجر فيها، فهذه أيضا يقومها ويخرج زكاة مالها مع ما يملكه من العقارات. طيب، تعالوا بنا نحسب لبكر زكاة ماله. عندنا $30,000، هذا قيمة الأرض، زائد $9,000، هذه الأموال التي عنده في حسابه الخاص، زائد $7,000، هذه قيمة السلع التي يتاجر فيها، السلع الأخرى التي يتاجر فيها، نخرج ب $46,000. نأخذ $46,000، نضربها في 2.5% ربع العشر لتعطينا $1,150، المبلغ الذي يخرجه بكر للزكاة. طيب، تعالوا بنا الآن ننتقل إلى اللوحة التالية لنتعلم كيف نحسب زكاة المصانع. الزكاة الواجبة على صاحب المصنع تحسب كالآتي: قيمة السلع الجاهزة للتسويق بالسعر الذي تساويه وقت وجوب الزكاة، يعني السلع التي حضرت والتي قد تم
تجهيزها لبيعها هذه تحسب قيمتها في وقت وجوب الزكاة. يضاف إلى ذلك قيمة المواد الأولية يعني المواد الخام بالسعر الذي تساويه وقت وجوب الزكاة. المواد الأولية نقصد بذلك مثلا لو كان إنسان يصنع آلات الكهرو منزلية مثلا، فيحسب المواد الأولية كخيوط الكهرباء وكهذه الأقفال والحديد الذي يصنع به الأجهزة المنزلية، وجميع المواد الأولية يقومها بالسعر الذي تساويه وقت وجوب الزكاة. طيب، يزيد على ذلك الديون التي يرجى سدادها، يحسب كل هذا، بعد ذلك يضربه في 2.5% ربع العشر ليخرج بالمبلغ الذي يجب عليه في الزكاة. نأخذ مثال تطبيقي. خالد يملك مصنع لصناعة الأجهزة المنزلية وعند حولان الحول أراد أن يخرج زكاة ماله، كيف يحسب خالد زكاة ماله؟ خالد لما قوم السلع الجاهزة التي عنده في المصنع وجدها تساوي 350 ألف دولار، بعد ذلك خالد قوم ما عنده من المواد الأولية يعني المواد الخام فوجدها تساوي 75 ألف دولار. هذه كلها مواد أولية، ولماذا يعني يدفع صاحب المصنع الزكاة على هذه المواد الأولية؟ لأن هذه المواد الأولية ستصبح مواد جاهزة للبيع، فبالتالي هي عروض تجارة. طيب، خالد عنده ديون يرجى سدادها، يعني عنده أموال عند ناس آخرين ب 12 ألف دولار. لما جمع كل هذا وجد أنه عنده 437 ألف دولار. يأخذ خالد هذه 437 ألف دولار يضربها في 2.5% لتعطيه 10925 دولار. هذا هو المبلغ الذي يخرجه خالد لزكاة ماله. هكذا نحسب أيها الإخوة زكاة أموال المحلات التجارية والعقارات والمصانع. وبطبيعة الحال كل هذه الحسابات إما نقومها على أساس الذهب أو على أساس الفضة، كما عرفنا في الدروس السابقة. من أراد أن يتعلم كيف نحسب النصاب فما عليه إلا أن يرجع إلى الدروس السابقة. ننتقل إلى بعض المسائل المهمة في زكاة عروض التجارة لنختم بذلك. من أهم المسائل التي سنتكلم عنها في هذا الدرس مسألة التاجر المدير والتاجر المحتكر. التاجر المدير عند المالكية عليهم رحمة الله هو التاجر الذي يعرض سلعته ويقلبها بالبيع والشراء، فهذا التاجر عندهم إذا مر عليه الحول قوم ما عنده من السلع وأخرج زكاتها. أما التاجر المحتكر فهو الذي يشتري السلعة ويتربص بها رجاء ارتفاع الأسعار. قال المالكية عليهم رحمة الله هذا التاجر لا زكاة عليه ولو بقيت عنده هذه السلع أعواما متتالية، لكن إذا باع السلع أخرج زكاة عام واحد. هذا هو التاجر المدير والتاجر المحتكر عند علماء المالكية. وذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة على تاجر المدير والتاجر المحتكر، وهذا هو الراجح، لأنه كما قلنا أيها الإخوة أن الإسلام لا ينظر إلى الربح والخسارة، تتربص بالسلعة أو لا تتربص بها. الإسلام ينظر إلى ما عند المسلم من الأموال، فإذا كانت هذه الأموال من الأموال التي تجب فيها الزكاة وبلغت نصابا وحال عليها الحول، ففي هذا الحال يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله، وبالتالي الراجح هو وجوب إخراج الزكاة على التاجر المدير والتاجر المحتكر. المسألة الثانية هي مسألة الدين، هل الدين يمنع من الزكاة؟ لو تلاحظون في الأمثلة التي طربناها أمثلة المصانع والمحلات التجارية والعقارات لم نذكر الدين، الدين الذي يكون على صاحب المتجر أو يكون على صاحب المصنع أو على مالك العقار. هؤلاء قد تكون عليهم ديون وقد تكون عليهم ديون ثقيلة جدا، لكن هذه الديون لا تمنع من الزكاة. فإذا حال الحول وكانت الأموال في يد المسلم وجب عليه إخراج زكاتها.
أما إذا كان قد سدد ما عليه من الديون قبل حوالان الحول فبطبيعة الحال لا زكاة عليه. والمسألة خلافية بين أهل العلم، فجمهور العلماء يرون أن الدين يمنع من الزكاة، فيخصم المسلم قدر الدين من المال الذي عنده، ثم إذا كان الباقي قد بلغ نصابا أخرج زكاته، وإلا فلا زكاة عليه. وذهب الإمام الشافعي، وهو رواية عند الإمام أحمد، أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة، واستدلوا على ذلك بظاهر النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمال الزكاة أن يسألوا أصحاب الأموال عند أخذ زكاة منهم هل عليهم ديون أم لا، والعرب في ذلك الوقت كان أغلبهم من الفقراء، ولم يثبت أن عمال الزكاة سألوهم هل عليهم ديون أم لا، فإخراج الزكاة إذن هو الأبرأ للذمة، وقد أخذ بهذا القول الشيخ بن باز والشيخ العثيمين عليهما رحمة الله. المسألة التي بعدها، كيف يحسب الشريكان الزكاة؟ عندنا اثنين من الشركاء يملكون محلا تجاريا، كيف يحسبون الزكاة؟ تقدم معنا في الدروس السابقة أنه لا تأثير للخلطة في غير بهيمة الأنعام، وبالتالي فإنه إذا اشترك اثنان في تجارة يزكي كل واحد منهما نصيبه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هكذا يزكي كل واحد نصيبه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. المسألة الأخيرة التي سنتكلم عنها في هذا الدرس هي مسألة الربح في عروض التجارة. الربح في عروض التجارة تابع للأصل، فيزكى بزكاته، وهذه مسألة كنا قد أشرنا إليها في الدرس السابق. فالتاجر إذا بدأ تجارته بمبلغ مالي تجب فيه الزكاة، مثلا 5000 دولار، ثم ربحت تجارته ونمت وأصبحت 30000 دولار مثلا، فهنا يجب عليه أن يخرج زكاة 30000 دولار لا 5000 دولار، لأن النماء كما ذكرنا تابع للأصل. هكذا أيها الإخوة نأتي إلى نهاية هذا الدرس، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم على حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله.